السلام عليكم, this is your boy Biggie Reaction. جعناكم الولاد, مش برياكسيون برك, مرة هذه الولاد بموضوع فهمتني ولا, حبيت نشاركه معاكم في اليوتيوب في الشان متاعي بيان سور, فهمتني ولا. ان شاء الله الناس الكل يعجبها الموضوع اللي باش نحكي فيه, رغم اني مش برشا باش يعجبوه الموضوع, اما هذا ما يمنعش لازمني نحكي فيه. الولاد, اول حاجة العالم اللي نشوفه فيه هذاك عالم شكون صاحبي؟ العالم هذاك اللي نشوفه فيه هذاك عالم شكون؟ عالم فلسطين. فلسطين الولاد نهار 7 اكتوبر, فهمتني, بديت تحب تدافع على روحها صاحبي, تبربشت عبيت لما بعضها فهمتني, واللي دخلوا لهم دخلت ببجي كيف ما نقولوا احنا, منا ومن غادي ومنا ومن غادي ومنا ومن غادي, بداو يفكوا في طرف بلايص كل شيء, فهمت كيفاش. فجأة سبحان الله عالم اجمع تقلب ضد فلسطين, فلسطين بيها وفلسطين عليها وتيروريست وارهابيين. باش تفهموا الاولاد الميديا, باش تفهموا السوشيال ميديا بصفه عامه, باش تفهموا الكرياسيون نتاع الكونتنت في العالم اجمع, راهو حرفيا راهي ماهيش تبعتنا, ماهيش تبع العرب, ماهيش تبع المسلمين, فهمت كيفاش, راهم فكينا حرفيا, فهمت كيفاش. دونك الاولاد قاعد نشوف حسيرو مكثريتكم, بس تشوفوا, تشوفوا في تيك توك, تشوفوا في الانستغرام, تشوفوا في البلايص الكل, فهمتني ولا, تشوفوا كيفاش العبيد بالرسمي ماشيه فهمتني ولا في فلسطين, وبالرسمي ارهابيين والحبايب فهمتني ولا متاع اسرائيل صاحبي الكيان الصهيوني خف على ما نذكركم فهمتني ولا, اغزلوا شعمل لصحايبي, قص عليهم الضوء, قص عليهم الماء, يعني يدخل جريب على اللطف يا ربي, يحصرهم فرد بلاصه. والحرب قائمه تويك عندها 4 ايام فهمتني ولا, حركه حماس مازلت ما رختهاش, اما هذا ما يمنعش الاولاد فهمتني ولا, فوضى صايره وعارمه جدا. امريكا مع شكون؟ مع اسرائيل كما متوقع بيان سور فهمتني ولا. دونك اوتوماتيكمون الميديا متحكم فيها امريكا, دونك عالم اجمع فهمتني ولا باش يوريك كان الكوتي نيجاتيف فهمتني ولا, وكيفاش مظلومين ومظلومين ومظلومين, وهما عندهم 75 سنه. للناس اللي ما تعرفش 75 سنه يا الاولاد فيكين بلاصه اصلا مع جاو كضيوف, عبيد استقبلتهم مرحبا بكم, فهمت الفازة كيفاش الولاد. وهذا الكل علاش؟ باش يفرقوا الأمة العربية. نعرفوا اللغة هذه الكل تعرفوها الولاد فهمتني ولا, أنا ككونتنت كرييتر فهمت كيفاش, ما نكذبش عليكم الولاد, تفاجأت وتفاجأت جدا 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 أنه حرفيا ما فما حتى رابور في تونس هبط تيتر على الموضوع اللي قاعد يصير. على فكرة ماني نكلاشي في حد وماني ماشي في حد وماني باش نمشي في حد, جوست نحب نفهم موضوع, نحب نفهمه مع العباد اللي تفرج فيه, فهمت كيفاش. انتي ككونتنت كرييتر, اش معناها كونتنت كرييتر؟ معناها تعمل في حاجه تخرج فيها للسوشيال ميديا هكا, ولا سواء يوتيوب سواء انستغرام سواء تيك توكر سواء اللي تحب تسمي روحك سمي روحك. كي انتي يا برو عندك فئه معينه تتفرج فيك, ونحكي على ارقام كبيره وكبيره جدا, وما تعمل حد شيء على موضوع فلسطين, وعليش بين قوسين خايف لتاخو سترايك, خايف ما نعرفش عليك شنو ينجم يصير لك على موضوع كما هكا الوليد, ما هوش صغير جملة 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 صاحبي فهمتني ولا, تعرف اللي الدنيا قاعدة توفى والدنيا قاعدة تجري, وكانك خايف على كاريرك وكانك خايف على كذي وخايف على كذي, ولازمك تخاف من ربي سبحانه فهمتني ولا, وتطبق دينك وتقف مع العرب فهمتني. لكلنا نعرف التوانسة الولاد فهمتني ولي جارحين في الكلام ما شاء الله, وفي الفعل زادة فهمتني ولي, فما ما شاء الله اللي جارحين, وفما كلي ديما وفلسطين وفلسطين, وهو كي نجم يقدم إضافة فهمتني ولي الموضوع هيك ما يعملوش. وانتي بالله سامحني كي تجيب 1,000,000 فيو ولا تجيب ما نعرفش, انا نحكي بارقام مبهره, خاطر انا نتمنى كان جاوا عندي الارقام هذوك, ما راني باش نعمل نفس الحاجه. ما تقولوليش الاولاد كوتي فهمتني ولا, راني نعرف فاش نحكي ونعرف فاش نخمم, نعرف اللي فما برشا مشاكل تنجم تصير, ومكثريت الرابوريت ما يحبوش يدخلوا كوتي السياسه وكالفازيت, ما هذه مش سياسه برو هذه حقوق الانسان هذه انسانيه يا برو, فوق هذا الكل مسلمين, وفوق هذا الكل صاحبي عرب, وفوق هذا الكل عباد بالرسمي. راه الوليد تصدمت, ما نكذبش على في بالي والله, اقل حاجه انا كنعمل في رياكسيون كل يوم, نهبط في 3 فيديوهات كل يوم, نعمل في جديد ما فهمش جديد نعمل قديم, توقعت اقل حاجه اقل حاجه فما 5-6 رابوريت باش يهبطوا تيتر على فلسطين. برو ما فهميش, برو ما فهميش, نستنى في النوتيفيكاسيونات ما فهميش,
فهمت وين وصلنا صاحبي ولا ما فهمتش؟ فهمت كان طارت ويا عام عامل ستوري ولا مهبط ستوري ولا مهبط ستوري. ما تنجمش تكتب تيتر انت على فلسطين، ما تنجمش تكتب تيتر على الموضوع اللي صاير، ما تنجمش تعمل اي حاجه يدي اعمل اي موضوع حل لايف احكي موضوع. فهمتني ولا ايه برو؟ ما تجيش العمليه الاوليه فهمت فاش نحكي؟ اللي بالرسمي مصدوم مش ماني نتلكش على حد، والناس الكل ربي يعينها، الناس الكل تخدم على رواحها، كل واحد بيان سور حره. ما في الموضوع هذا ما فهمش حريه الاولاد، مش حرية فلسطين صاحبي، ما نلعبوش مع فلسطين. فهمت كيفاش؟ انا هاني ما نسمى شيء قدامكم الاولاد، ما خلطنيش حتى 30 كابوني، اما فما دودة تاكل فيا خمم. يعني انا مانيش الريسكي باش ناكل سترايك وباش ناكل سترايك، وحتى وكان يعني لا فما لا فلوس ولا فما لا شهرة وما فما حتى شيء، اما هذا ما يمنعش صاحبي، يعني خدمة هكا ولا خدمتي انا حاسبها هذه وهي خدمتي حرفيا. ويعني فما ريسك متاع الحاجات هذوك، ما برو برو يا صاحبي، كي انت ما تجمش تمشي تحارب، كي انت ما تجمش تخرج تتكلم في التلافز رغم اللي فما اللي كنجموا يتكلموا في التلافز وما عملوا شيء زاد، كي انت برو ما تجمش فهمتني ولا ما نعرفش تخرج في مظاهرات خاطرك ما تسكنش لهنا ولا بعيد ولا اسافوار. انا نحكي لهنا كوتي راب خاطرني انا رياكتي على الرابوريت فهمتني ولا هكا ولا الاولاد معقول. دونك صاحبي انت اذا حصلت ما عملتش حتى تيتر متاع راب على موضوع كيف من هكا، على الدنيا قاعدة توفى، على الحرب العالمية الثالثة قريب تبدا برو، فهمت صاحبي؟ صاحبي الاولاد برجولية مكرزة، العملية مكرزة برشا، مكرزة برشا برشا صاحبي. فهمت كيفاش؟ خاصة انك وتعرف فما برشا رابوريت ديما يتكلموا وديما يقولوا كذا ويقولوا كذا ويقولوا كذا، وهنا نعملوا مع فلسطين ومع فلسطين ومع فلسطين، وكي تقوم لك القيامه صاحبي وقت اللي انت لازمك تعمل موضوع فهمت كيفاش، ما تعمل حد شيء برو. هذه انا نحب نفهمها الاولاد هكا لا اكثر لا اقل صاحبي. سينو الاولاد موضوعنا في الحاجه هذه صاحبي انه كنك تتفرج فيا سواء جديد ولا قديم، سواء الفيديو هذا يعني ضرب ولا سواء ما ضربش، سواء تفرجت عبيد ولا ما تفرجتش عبيد، هذا ما يمنعش لازم يقوم بواجبي الولاد ككونتنت كرييتر. يعني انا نعمل في حاجة عندي نجم نوصل صوتي، برشا عبيد ما نجموش يوصلوا اصواتهم تتفرج فيهم العبيد ولا تسمعهم العبيد، حتى وكان نحكي راو على 500 فيو 1000 فيو، لا حاجتي لا بفيوات ولا حاجتي لا بفلوس، اما حاجتي يا الولاد يا الرجلة فيغو يا الرجلة راو صاحبي، ما هيش لعبة جملة، ما هيش لعبة العملية جملة راو يضربوا فيهم بمواضيع صاحبي ما عندكش فكرة شنو. فهمت كيفاش؟ يعني فما حاجة اسمها جريمة الحرب، يعني فما قوانين ما تنجمش تعملهم حتى وكانك في حرب، وهما يعملوا فيهم الكل عيناني، والقوانين هذي عملتهم أمريكا باش ما يتخطاها حد، واللي يتخطاها يتحاكم. فهمت العبيد هكا؟ تعش عن العبيد هكا، هذه العين هذه لإسرائيل والعين هذه ما هيش لفلسطين 75 سنة كاملة يبرو. انت يعني تويك العرب الكل تشوف فيهم، تشوف فيهم في الغرب كيفاش يخرجوا في مظاهرات ويعملوا فيهم، واللي عنده يعمل في كونتنت كرييتر سواء من هنا من فيديوهات انستغرام موضوع يحكي على فلسطين يبرو. حتى احنا عنا عبيد واصلة في تونس فهمت كيفاش، دونك النجم نوصل صوت به فهمت كيفاش. يعني بيان سور كيما قلت لكم الاولاد كل واحد حر، ما في الموضوع اذا ما فماش حرية فما انسانية فما دينك، دونك طبق دينك برو فهمت كيفاش. بيان سور الاولاد كيما قلت لكم راني ماني ماشي في حد وماني يعني ما نحيش على انسان بالتدقيق الممل، خاطر كيما قلت لكم ربي معاهم والناس كل تخدم على رواحها وانا نخدم على روحي، ما هذا ما يمنعش عندي صوت لازمني نوصله صاحبي. يا صاحبي فلسطين راو صاحبي دم مخلط فهمت كيفاش، دوك ان شاء الله يا وراو بالرسمي في حرب مش تفدليك الاولاد، في حرب مش تفدليك. علاش الاولاد باش تقعد كيما العاده فهمت كلي باش تعاود ترقد، وقت اللي تول كنا نعرفه في وقت السوشيال ميديا والعرب كي يتحركوا يتحركوا فهمت كيفاش برو. دونك خلي تتحرك العبيد صاحبي، علاش ليه فهمتني ولا ايش؟ مانيش فاهم انا هذه، مانيش فاهم بالرسمي، مانيش فاهم الاولاد فهمت كيفاش، بالرسمي راني مانيش فاهم الموضوع كيفاش قاعد يصير صاحبي، والله اقسم بالله والله. خاطر انت عندك صوت صاحبي، عندك فان بيس كيف ما نقولوا احنا، وصل صوتك يا برو وصل. نعرف وخايف على مستقبلك وخايف على كذا وخايف على يوتيوبك وعلى فلوسك وعلى كذا،
اما صحايبي تربحها عند ربي خير، فهمت كيفاش؟ الفلوس فهمتني ولا ما تدومش، وكان جات ومشيت تعاود تجي، لا قدر الله كان صار موضوع، رغم اني مو باش يصير حد شيء الاولاد على فكره، خاطر تويكا كل شيء مسيب، فهمت كيفاش؟ كل شيء مسيب، يعني تنجم تهبط على روحك اللي تحب، فهمت كيفاش؟ خاطر ما نجموش يسكروها كومبليتمون، فهمت كيفاش؟ اما جيست العباد راي بالرسمي عباد خايفه صاحبي، راي بالرسمي فما عباد راي خايفه، فهمت كيفاش؟ فما عباد راي بالرسمي انا نخاف لا ندافع على كذا ولا ندافع على كذا ولا ندافع على كذا، فهمت كيفاش؟ الاولاد برجولي تشوف العجائب صاحبي في اللاتينيزي، ولا تشوف العجائب اقسم بالله، والله صاحبي عادي الفيديو هذا زاد الاولاد يسترايك، اما هذا ما منعاش يعني. وين المشكل يعني؟ فهمت؟ نعاودو نبداو من الصفر، تفسخت الشيء نبداو من الصفر، ما فما حتى مشكل. ربي معانا صاحبي، وذا حق ولازم يقال، فهمت كيفاش؟ يعني عندك اي طريقه باش انك تنفع بيها، سواء مثلا انا عندي درقاديش يتفرجوا فيها 500 600 ساعات، يوصلوا ل 1000 ساعات، يوصلوا ل 5000، راني باش نحطها لهم في مخخهم اللي راهو فلسطين قبل كل شيء، فهمت فازا كيفاش صاحبي؟ من الاخر يعني الاولاد العمل من الاخر، كانك خايف، كانك حاشم، كانك كذا، كانك كذا، ساي بعد برو خرج تكلم، فما تكلم في الراديون، التليفون كلمني، كلم انا علاش كان تكلم صاحبي، خرج صوتك برو، فهمت كيفاش؟ فهمت ولا برسمك؟ فهمت ولا فهمت؟ وكل عادة الولاد نعاود نذكر، فهمتني ولا جوست هاكا؟ فهمت واحد فرغ قلبه صاحبي، خاطر ما تجيش حواليا برجوليا الولاد، ما هذا ما يمنعش الولاد كالعادة والعواد، راني نذكركم اللي راني ماني كلاش في حد وماني ماشي في حد صاحبي، من عندي انا لعبت الكل تخدم على رواحها، لعبت الكل تعرف وين تحط ساقيه وتعرف شنو تعمل، تعرف وقتاش تتكلم وقتاش ما تتكلمش، فهمت؟ انا من العباد صاحبي اللي ما زلت بعيد عليهم يعني في الارقام وبعيد على كل شيء، فهمت كيفاش؟ مانيش يعني ماكم تعرفوني يعني جيست معاكم الاولاد، فهمت؟ ماناش لنا معروفين، لنا كذا لنا كذا، اما اخويا هذا ما يمنعش انا نعمل في كونتنت كرييتر، فهمت كيفاش؟ نعمل فيش نصنع في الكونتوني، دونك الاولاد اوتوماتيكمون راهو عندي صوت، فما عبيت تفرج فيا راني لازمني نحكي فيه الموضوع هذا، فهمت كيفاش؟ فيديو باش يهبط فري بالستاين، تفسخ تفسخ ما تفسخش، انا لازمني نعمل اللي لازمني نعمل، من الاخر الاولاد العالم هذاك راهو باش يتحرر صاحبي، كان فما يهود يتفرج ولا واحد ولا تحشي لكم يا برو، قسما بالله والله والله الولاد قسما بالله والله فما، خاطر فما الفوضى الولاد، انا ديما نقولها لكم بالرسمي بقدرة ربي، مرة هذه موجود اللعب صاحبي، فلسطين بقدرة ربي باش تتحرر، بقدرة ربي يعني، خاطر كل شيء بقضايا ربي، اما هذا ما يمنعش الولاد، وصلنا الصوت صاحبي، ادعيوا الولاد للعباد اللي ما هيش تعمل في كونتنت كرييتنج، ما هيش تعمل، ما عندهاش مع السوشيال ميديا، تنجمش توصل صوتها لا من هنا لا من غادي، فهمتني ولا ادعي برو، ادعي ادعي برو، ادعي، خاطر موجوده راهو في ديننا، فهمتني ولا راهو لازمك تدعي، فهمت؟ كي يجي الاوقات هذيا لازمك تدعي، فهمت كيفاش؟ وربي يهدينا اجمعين يا الاولاد، فهمتني ولا ان شاء الله كيف ما نكون وان شاء الله نطلع غلط، فهمتني ولا، ويطلعوا برشا رابوريت باش يهبطوا برشا جديد على فلسطين، والا يتكلموا ولا يخرجوا اصواتهم، فهمتني ولا، خاطر قبل الاولاد كان الشيء موجود راهو صاحبي، فهمت كيفاش؟ قبل كانوا فما برشا رابوريت راهو يحكيوا على المواضيع هذوما كي تصير، فهمتني؟ تو كي انت تو لهنا ثقافه الراب منين جايه من امريكا هكا، ولا الهيب هوب جاي من غادي صاحبي، دونك مكثريه العباد متعلمه من غادي، الامريكان كي جاتهم فاست بلاك لايف ماترز هكا، ولا الرابوريت الكل غنيو عليه التيتر هذاك، فهمت كيفاش؟ ورغم اللي فما ريسك وفما كذا وفما كذا، دونك راه عندك موضوع هذا عرق البشري نتاعك، فهمت؟ ديك عائلتك فلسطين، العرب راهم عائلتك، فهمت كيفاش؟ دونك اوتوماتيكمون ما تغزرليش كوتي فلوس، اغزرلك كوتي تو انت كي باش تغني، فهمتني؟ ولا تسمع كتاف ملايين ولا 4 ملايين ولا 5 ملايين ولا 60 مليون ولا 70 مليون، 70 مليون بشر هذاك، فهمتني؟ ولا ماهوش باش يجي لمخه، فهمتني؟ ينجموا عباد ما يعرفوش قصة فلسطين، ما يعرفوش قصة اسرائيل، ينجموا عباد فهمتني ولا يحبوك لدرجة انهم يزيدوا يدخلوا في الموضوع هذاك، يتعرفوا شنو هي موضوع فلسطين وموضوع اسرائيل، فهمتني ولا، كي هي حرب قائمة على الميديا، تنجم تنفع برو، فهمت هذاك اش نحب نوصل انا الاولاد، انك تنجم تنفع، دونك انفع يا برو، فهمت كيفاش؟ وللاسف الشديد الله غالب الاولاد، ما تعرفوني ما نسكتش راهو، انا في الموضوع طول جا في مخي، لازمني نعمله فرد الوقت، لازمني نفيد العباد، فهمتني ولا، ولازمني
صاحبي نفرخ قلبي، فهمت كيفاش؟ خاطر فلسطين تقعد فلسطين، صاحبي حر رحيتها الكل حتى وكان فهمتني ولا العدو الصهيوني محشي فيها، خارج باي طريقه، خارج تو ولا خارج في وقت اخر، فهمت كيفاش؟ اما هذا ما يمنعش في كل وقت فهمتني ولاش تصير الحاجات هذوما في كل وقت بيجي رياكشن، راه مش باش يسكت وانا مش باش نسكت، فهمت كيفاش؟ خاطر تربيت ما نسكتش على مواضيع كيما هكا، فهمت كيفاش الاولاد؟ دونك ادعي الاولاد ان شاء الله ربي يحرر فلسطين، فهمتني ولا ايه؟ وبين مناسبه الاولاد هذا الموضوع شعلينا تو في المواضيع الكل، فهمتني ولا ايه؟ انا باش نعمل رياكسيون، جاتني فكره الاولاد راني حطيتها كيف ما هي باش نعملها، عجبكم فيديو ما عجبكمش مش مشكل، باش نعمل رياكسيون على تيتر فلسطيني صاحبي، باش نعملوا رياكسيون بروفيسيونيل هاو دوميني صاحبي، اغزر لي كيفاش انا فهمتني ولا شنو باش نعمل، فهمت كيفاش؟ ليتس جو الاولاد، باش نحط لكم الفيديو، باش نحط لكم الكليب، باش نحط لكم الموسيقى، ورابر الاولاد على فكره وفلسطيني فهمتني ولا هو مصور في فلسطين في غزه، وهذا ما يمنعش الاولاد مكثريتكم تعرفوه سواء من تيك توك ولا من كافيه ولا من كافيه، ما هذا ما يمنعش باش نعملوا رياكسيون كامله فهمتني ولا نستمتعوا صاحبي بالشجاعه، نستمتعوا باللغه اللي يحكي فيها وفرد الوقت نوصلوا معلومه فهمتني ولا، ونحلوا ونشوفوا عباد كيفاش في غزه وتخرج في تيتر هكاك، فهمت برو؟ عبيت في غزة وتخرج في تيتر هكاك صح، فهمت؟ ونشوفوا مع بعضنا الفوضى الولاد، وهكا الولاد نبداو الرياكسيون دبور شاب جديد إنان الولاد تيتر عنده عامين، أما هذا ما يمنعش وقته الولاد، فهمت كيفاش؟ خاطر اسمع اللغة اللي باش تتحكي فيه، أغزر العبيد فاش قاعدة تعمل، عبيد عايشة في غزة الولاد، عبيد عايشة فين في غزة حرفيا، في البلاد المحتلة العربية المسلمة، فهمتني ولا اللي اشتر ما شاء الله كلها خايفة وكل رؤيس عاد، ما تخليناش في السياسة الولاد وما حكيناش في السياسة خاطر صاحبي خلينا بعاد نعرفوا فهمتني ولا شكون يحكم في العالم وشكون حاطط تحت ضبوطه وشكون باش يعاون وشكون مش باش يعاون، هذا ما يمنعش الولاد اسمع اللغة صاحبي، اسمع العملية كيفاش عباد عايشة في بلاد فهمتني ولا حرفيا تقول عايشين في حبس، حبس بلاد تعرفها حبس بلاد، هذه حبس بلاد فهمت كيفاش؟ الماء عندك الماء عندك والضوء عندك صاحبي كل شيء بالحسابات فهمت كيفاش؟ فوق هذا كل تبدا تمشي فهمتني ولا يجيك جيش يقتلك، تبدا قاعد في الدار فهمتني ولا يصرفك بصاروخ فهمتني ولا يقتلك عائلتك كامله، 75 سنه هاي هاي اغزر لها شفت هذه الولاد هذه الكره الارضيه والمديا حاليا فهمتني ولا كي صار مع اسرائيل العين هذه لاسرائيل هذي إيه فلسطين صح، باش تفهم الولاد باش تفهم باش تفهم الفوضى الولاد والله اقسم بالله، ليتس جو نشوف شنو الفوضى الولاد وركزوا واسمعوا العمليه بالقد 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 ترجمة زيادة باش الناس الكل تفهم فهمت كيفاش؟ اهدى ما هو كل شي باين في المحنة الله الله بشهد مين احنا رجالة ضمن طرطش لك سمعتوا اش قالك؟ سمعتوا اش قالك؟ اهدى كل شاهد شكون احنا صاحبي مدام ربي معانا الوليد هاي الشجاعة اللي نحكي عليها هاي 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 الرابوريت كيفاش نورمالمون فهمت كيفاش؟ عبيد اغزر له المصور يعني فهمت كيفاش الولاد يعني عبيد تشبيك برو تشبيك في الاخر يدي اقسم بالله خايبه امل الولاد تعرف شمعني خايبه امل ما ان شاء الله نطلع غالط صاحبي ان شاء الله نطلع غالط فهمت كيفاش الولاد هذا ما يمنعش تسمع في اللغه اللي قاعده تحكي تسمع في الفوضى الولاد ولا ماكش تسمع في الفوضى شبيك صاحبي شبيك صاحبي ومزير مزير لحظه اهدى ما هو كل شي باين في المحنة الله الله بشهد مين احنا رجالة ضمن طرطش لك بنضرب حرب الليلة ما بنغلب بدك جبال وعادي بنهدلك مرحب فيك في ولاد بدك جبال وعادي بنهدلك صاحبي
تحب جبال عادي نهدهم لك برو. صاحبي بلادنا صاحبي تشبيك تشبيك الولاد تشبيك الولاد. طرطش لك بنضر حرب الليلة ما بنغلب بدك جبال وعادي منهدلك. مرحب فيك في ولاد القدس بندبر حالنا نحل اللغز. مرحب بيك في ولاد القدس بتدبر حالنا نحل اللغز صاحبي. فباش الغاز معانا ولاد القدس صاحبي فهمتني ولا شبيك يا بروت شبيك صاحبي فاش تحكي تي القرحة الولاد موجودة عندهم، الفخامة موجودة عندهم، الخوف كامل ربي سبحانه موجودة عندهم فهمت كيفاش. ما تنجمش تكون كيفهم إلا ما تبدأ مولود غادي عايش اللي هما عايشين وهما. أما فرد الوقت ما تلقاش أمثال السيد هذا ما تلقاهمش برشا فهمت كيفاش، خاطر كل واحد لاهي في همه وكل واحد لاهي في كذا فهمت كيفاش. أما هذا ما يمنعش يوصل في صوته فهمت كيفاش، يعاون باللي نجم يعاون صاحب فهمت كيفاش. هذيك اللي تفرق صاحبي على الأخر فهمت كيفاش. الولاد سينو كجماعتك الكومنتاريتك اللي وفضيتها انت تو حررتها فلسطين، واحد ماذا بيكم برسمكم تنقرضوا ما تجيوش ما تكتبوا حتى كومنتير تعملوا مزيه فهمت. انا نعمل في الحاجه هذه العباد تحب فلسطين فهمت كيفاش، مانيش نعمل فيها العباد فهمتني ولا ما فهمتش شنو تحب في حياتها. انا صح الحق بتاع رب ما فهمتش انا شنو تحب في حياتها الحق بتاع ربي يعني فهمت كيفاش. هذوك ما عرفتهم كل اشكال ولادك اللي يجي يقول لك انت حررتها فلسطين تو كي هبطت ستوري وكي هبطت كذا وكي هبطت كذا. نقص بالبهامه يا برو نقص بالبهامه، هي اسمها سوشيال ميديا. اش معناها؟ معناها تنجم تهبط حرفيا كل شيء هكا، ولا كي انت مسيبورتي حاجه مو تهبطها انت هبطها غيرك يهبطها غيرك يهبطها غيرك وغيرك 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 باش تولي موجوده اكثر يا برو فهمت كيفاش. فهمت وانا ما فهمتش وانا نزيد نفسر لك وانت حررت فيلا. اقعد انت مسكر فمك فهمتني ولا، وعيش حياتك ولوج على حياتك ولوج على فلوسك ولوج على فهمتني ولا مصروفك من داركم وكذا وكذا. عيش حياتك هكاك ربي ينفع يا برو مرة أخرى. رنيت على نفحة وكل بخش وكشفنا وياما وكله بصف، ولا مرة نخاف ولا مرة ونص بدك بركان بنفقع بوف نعمل لك بدك بركان نفرقعوه حاجتك حاجتك ببركان نفرقعوه برو فهمت كيفاش. ولا مرة نخاف ولا مرة ونص، لا مرة ولا مرة ونص. فماش خوف، خوف كبر ربي سبحانه. ميساج الوليد هذا ميساج صاحبي. حفلة تخش تنط نستقطب مال بس بدنا نقص، ما هو كله عارف ما هو كله شايف ما هو كله خايف والدنيا ترص. استجدع دايما وعك بوحش انا ادرينالين فاجع بشبيب ينضر بالغاز، احنا الجدعين وازاي نقلي رد بالك عم تعيشها بلاش، سوي واعمل واجمع كاش ما رد بالك عمي تعيشها بليش. او هذي قالها لك بالدرجة برو، وصلها لك بالدرجة تقولش عليه رد بالك عمي تعيش بليش علي علاش عايش انت في الدنيا هذي. فسر لي ترى كي انت عندك حاجة تنجم تنفع بيها غيرك علاش ما مخليها كيكة قاعدة كيك. فسر لي ترى فهمت كيفاش. قضية الفلسطينية الولاد راي نورمال موت تقرأ في تاريخنا ما الله غالب فهمتني ولا، التاريخ اللي قريونا فيه في المدارس وفي الليسيات فهمتني ولا. اتفهم انت تقري فيها على امريكا، انا تقري فيها على امريكا، انت تقري فيها على امريكا الوا. فسر لي درا جوست فسر علاش تقري فيها على امريكا. امريكا حاكمه الدنيا وحاكمه الدنيا وحاكمه تياتك نمو حار عظم الولاد تنطقوا قسما بالله. والله راهو ساعه راني نقرا في كومنتريات نقرا في بلايص في مواضيع راني والله نقعد هكا حال العين كيفاش العباد تخمم هكا يعني فهمت كيفاش. تاريخك الكل صاحبي ما فيش فهمتني ولا كلمه على فلسطين. انت فاش تحكي يا برو بلاد عربيه وبلاد مسلمه وبلاد كذا تشبيك برو تشبيك تدي راو كي شفتم اللي في الكراسي راهم دميات فهمت كيفاش. راو دميه تعرفش معناها الدميه افهموها هذه حطوها في مخاخكم. دونك هيك علاش الكل ترعش وهيك علاش الكل ساكته وهيك علاش ما يهمهاش ويعدي لك طرف اخبار ونحن لها وبعد تلقى اسبوعي فهمتني ولا. والحياه تستمر العباد مش عايشت ومش حاسته الاحساس هذا علاش خاطر يخموا كان في رواحهم ما دمني انا عايش الحمد لله فهمت فازا كيفاش الاولاد. اما شكيك الدنيا برو شكيك الدنيا برو فهمت. عندك حاجات عندك مبادئ لازمك تقف فيهم فهمت كيفاش فهمت كيف. قضيه فلسطينيه نورمال مو مبدا عندك هذاك فهمت كيفاش يا برو. الدنيا صعيبه وبدها سلام سيبك من روح احضر لك جاي انا قرش انا قرش انا قرش انا سمكه وصحابي ملان في الجلمه نشنعم نعمل غلبه تجينا يا خالي بناخد العتبه تخوف بالليل نضوي لك عتمه بس شوف تنساش تخوف الليل نضوي لك عتمه صح ظلام في ظلام نزيد نضوي هيك بالظلام تجينا يا خالي بناخد العتبة تخوف بالليل نضوي لك عتمة بس شوف تنساش انا زي الناس لح فتك في بغز رجال تحفر انفاق ترجع بشوال وملان اشلاء بلاجين 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 بالجدعنة انا فاتح دكان من بعش هلسات والدم مسموح بس للسبب.
سمع مكتوب على الأرمق قسم لو غيد احنا جن بنطلع ما بتشوفناش ودموع ما تسيل اذا في الشمس نحن الشجعين. ولا شجعان الوليد ولا شجعان اقسم بالله صاحبي والله والله الوليد صاحبي شبيك يا برو شبيك يا برو. هذه هي هذا اش معناها شجاعة الوليد فهمت كيفاش؟ هذه اش معناها شجاعة؟ عباد ما تسكتش على حقها فهمت. 75 سنة تحارب اجيال وراء اجيال فهمت كيفاش؟ العرب وينهم؟ العرب راقدين برو العرب وينهم راقدين برو راكشين في الفروشات راقدين فهمت كيفاش؟ يتفرجوا في العالم يتفرجوا في دولة عربية انه نورمالمون كانت تتلم العرب مع بعضها فهمتني ولا اصلا ما فماش حرب عالميه ثالثه خاطر ما ينجموا يعملوا حتى شيء حرفيا فهمت كيفاش؟ خاصه وانك عندك حلفاء عندهم النووي. ما ندخلوش في الموضوع هذاك برو اما هذا ما يمنعش فهمت كيفاش حتى زاد راني قلت لك الدنيا هذه راهي ملعوبه الاولاد. دونك كل واحد كيما نقولوا مسؤول على افعاله. انا كانسان فهمتني ولا نهار اخر تحرت فلسطين بقدره ربي فهمتني ولا شعملت انت باش نفعت فلسطين؟ والله انا هبطت فيديو نحكي على فلسطين اللي لازمها العباد تقف معها اكثر واكثر واكثر واكثر. نحكي على عباد معروفه ونحكي على عباد مش معروفه، نحكي على عباد فنانه وعباد مش فنانه، نحكي على عباد يدي ما هيش حكايه دينيه برك الاولاد، دين الاسلام فوق كل شيء، ما هذه ما هيش حكايه دينيه برك، حكايه انسانيه فهمت كيفاش؟ دونك يا برو المواضيع هذوما صاحبي انا عملتهم والحمد لله يعني نفعت حتى وكان 300 الرقبه تفرجوا فيا كاو ما يقلقنيش، لا حاجتي لا بفيات لا حاجتي لا بفلوس صاحبي، حاجتي بحاجه اسمها قضيه فلسطينيه لازمني نهبط عليها موضوع ما دامني كونتون. سمعتك عبد كونتون انت ما دامني نعمل في الفيديوهات كونتنت كرييتر بوان على ليني ننفع باللي نجم ننفع الاولاد فهمت كيفاش صاحبي؟ هذه تفرق هذه تفرق. العلم انقد انا اوانه وبوم بخ وطني بيع مزينه في بس عالصوت نسولاد الشيل حط كل اطرح بمكانه. وان انقد انا اوانه وبوم بخ وطني بيع مزينه في بس عالصوت نسولاد الشيل حط كل اطرح بمكانه. حطيت من الرعب من الارض نطلع زي جين بخ هدي اللعب على هذا نترك على النار لفكار تنطخ اخ تراك ورا حدا اذا بلغ انا مش مركب بركبش مع حدا انا فين ان امكانيك البلد بالبق لك ديك بين رعوة غنم انا جيت انا ديك لك تحلم نحكي حكيكة دقيقة نفهم فيش وليد 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 نحكيو كوتي موزيكا صاحبي الفلويت ياسر كاس حال وليد فهمت كيفاش؟ الموضوع اللي نعمل فيه انا واللي نحكي فيه انا هما بيدهم يعملوا فيه ذوما فهمت كيفاش؟ انا عندي عباد تتبع فيا انا كرابور دونك كيفاش نوصل صوتي؟ نوصلوا عن طريق الراب الحاجه اللي نعمل فيها واللي انا مبرفكت فيها كيف ما نقولوا فهمت كيفاش الاولاد كيف كيف هذاك هما اش عملوا دونك صاحبي صاحبي اخطت فدليك مالا موزيكا ومالا راب ومالا لغه الاولاد اخطت فدليك وقت بضيع شباش حفيدي بديك في فلاشة ما فيش رحمي انا يوم بحتاجك اجيك نعمل بلقان بطريقه طليق تفصيل على عدا العدل شاب جديد انا جيك بالدور بالطور بالعرض وماكين عريض وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل من باع واختفى صدوا الوقت ولا عمره قال لك كس اخت كل من باع واختفى صاحبي فهمتني كس اخت وكس ام وكل يا ود وعنا برشا بيوع الاولاد اختت فدليك يعني كنت عرب فهمتني ولا عنا برشا بايعين مش القضيه يدي بايعين رواحهم ترمهم بايعينها فهمت كيف لا تربحهم من الدنيا لاخره صاحبي وراو على فكره الاولاد مثلا كي يبدا رئيس مثلا نتاع دوله عربيه بايع الموضوع هذاك راه مش معناها الشعب الكل 100% فهم برشا بيتخم الشعب الكل 100% هكاك راه الوليد الرئيس راهو يحكم بحكامه صاحبي دونك فهمتني ولا ما تحكمش على الشعب هكاك فهمت كيفاش لبنان فهمتني ولا اللي حاقرين الناس الكل اللي ما يمش تعمل حتى شيء وما يمش تعمل حتى شيء وما يمش تعمل حتى شيء شوف اش عملت صاحبي فهمت كيفاش سوريا كيف كيف اللي اصلا هي في حاله حرب واصلا عندها سنين الله وعالم كامل راقد عليها وهي تتفرقع ونفس العمليه فهمتني ولا وكيف كيف وتعمل فيه في كل شيء باش تنجم تعاون فهمت كيفاش دونك برو فهمت ارتخى يكتم سر بير نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول واه ان انقد انا اوانه وبوم بخ وطني بيع مزينه في بس عالصوت نسولاد الشيل حط كل طرح بمكانه ان انقد انا اوانه وبوم بخ وطني بيع مزينه في بس عالصوت نسولاد الشيل حط كل طرح بمكانه قد انا اوانه وبوم بخ وطني بيع مزينه في بس عالصوت نسولاد الشيل حط كل طرح بمكانه ان انقد انا اوانه الاولاد الفلو هارد 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 على الاخر على الاخر يخليك تشنع فهمت كيف يخليك كلي نحب نعمل موضوع اكثر من هكا صاحبي
كي نجي بيدي راني كذي وكذي وكذي صاحبي اخوط نبيع مزينو فيه بس عرصوت ناس وليد والشيل حط كله طرح بمكانه صاحبي صاحبي جوست عملنا رياكسيون هذيه باش تسمع اللغه باش تسمع العباد فهمتني ولا تسمع العباد في فلسطين باش تسمع اللغه نتاع فلسطين باش تسمع العباد اللي راهي ما تسكتش فهمت انت عندك موضوع تنجم توصله وعندك عباد تتفرج فيك راك باش توصله فهمت كيفاش فماش خوف خوف كما ربي سبحانه بيان سور الاولاد فهمتني ولا دونك ان شاء الله بقدره ربي وبقدره ربي فهمتني ولا في والله كان جاي علم عندي علم فلسطين وكاو صاحبي يا مبلاكه وما بلاكه راهو محطوط على حيط كامل اقسم بالله والله يا برو قسما بالله صاحبي انا عندي عمري بكا والله سالت الاولاد وحبيت ما نخيطش منين فهمت كيفاش هذا ما يمنعش الاولاد ما نبعدوش على مواضيعنا فكره الفيديو نتاع اليوم راهي جيست حاجه برك اول حاجه انا باش ننظم روحي مع ضميري هذه اول حاجه خاطر انا كما قلت لكم نعاود نذكركم نعمل في الكونتنت كرييتر نصنع في كونتينيو فهمت كيفاش فيديوهات وعباد تتفرج فيه محطوطين بيج رياكشن دونك من غير ما نشعر الاولاد من غير ما نشعر راهو موضوع هذا امبوسيبل مانيش باش نحكي فيه راهو امبوسيبل من سبع المستحيلات مانيش باش نحكي فيه فهمت كيفاش علاش الاولاد خاطر هذاك ضميري صاحبي انا هكاك القضيه الفلسطينيه راهي الاولاد فهمت خط احمر في الراس فهمت كيفاش مكثريه العباد وراو على فكره الاولاد راو على فكره راو توانسه جيلي والجيلي اصغر مني واللي اكبر مني عندنا برشا راو يحبوا فلسطين وعندنا برشا كجينا على حدود راو سيبون فهمتني ولا راي عباد زاد ما السلام عليكم علاش خاطر للاسف الشديد شعبنا اول حاجه سي ديجا ميت انت عايش ميت هذه اول حاجه ثاني حاجه صاحبي بالرسمي فما عباد راي ما تخاف كم من ربي سبحانه فما عباد تمن اللي راي فيه تمن وتعرف اللي راهو فلسطين بالرسمي لازم تتحرر باي طريقه فهمت كيفاش دونك انت كي وصلت لمرحله معينه فهمتني ولا مثلا كيفي انا حتى بارقامي المتواضعه على فكره الاولاد اللي مازلت كيف ما قلت لكم بعيد بعد السماع الوطاق فهمت كيفاش على الارقام اللي بقدره ربي نحب نوصلها اما هذا ما يمنعش ماشي حكايه ارقام حكايه شخصيتي وضميري ومخي وقلبي لشكون يميل يميل فلسطين صاحبي فما حرب على فلسطين انا لازمني ننفع باللي نجم ان شاء الله نكون نفعت العباد ان شاء الله نكون ذكرت العباد ان شاء الله نكون حتى رابوريت فرجوا فيا وسمعوا الموضوع ويمكن سبحان الله تبربشوا وان شاء الله نكون غلط اصلا وديجا رابوريت مخمين فيه الموضوع وباش يعملوه الموضوع فهمت كيفاش نعاود نذكر الاولاد رانا في حرب نتاع السوشيال ميديا حرفيا والميديا الكل حرفيا حاليا راهي مايله لاسرائيل ادخل الجوجل تو يا برو هي حاجه عندها برشا ما هذا ما يمنعش لعل ما تعرفهاش ادخل الجوجل اكتب القدس تجيك عاصمه اسرائيل فلسطين ما فماش يا برو فلسطين راهي ما فماش رانا راقدين افهم رانا بالرسمي راقدين فهمت بالنسبه للامريكان اللي هما مكثريتهم جهال خليهم جهال الاولاد ما تكسرش راسك برشا معاهم اعطينا احنا كعرب في بعضنا نفيقوا صاحبي كعرب في بعضنا نتحدوا فهمت كيفاش وبقدره ربي راي فهمتني كيما قلت لكم راه الاولاد هكا ولا هكا صاحبي راش تتحرر فلسطين اليوم ولا راش تتحرر غدوه ولا العام الجاي كنا نعرفوا نهايتها نعرفوا اللي راش تتحرر باش تتحرر ونعرفوا كالصهيونيين فهمتني ولا صاحبي ماكش باش تلقاهم فهمت كيفاش دونك عارفين وهذا ما يمنعش كي جات في وقتنا لعل تطلع هذايا الوقت نتاعها دونك لازمنا نحاولوا باللي نجم الاولاد انا هكا مخي شقالي وهكا في مخي كيفاش نجم ننفع فهمتني ولا القضيه الفلسطينيه فهمتني ولا ان شاء الله صوتي يوصل اكثر من اللي نتصور باش يوصل فهمتني ولا ما تعرفش عليها اما هذا ما يمنعش انا تو نجم كي نرقد ضميري مرتاح يا عملت حاجه انا نخدم في خدمه نجمت في الخدمه نتاعي نوصل صوتي ونوصل انا مع شكون ونوصل الموضوع كيفاش فهمت كيفاش الاولاد دونك كيما قلت لكم قدرة ربي باش تتحرر فلسطين صاحبي لازمنا نقوموا بالواجب صاحبي ذكر العباد كان عندك حتى فهمتني ولا تعرف رابوريت يقربوا لك ذكروا برو فهمتني ولا احكي معاه مشكلتي الاولاد على فكره ماهيش مع رابوريت برك اصلا ماهيش مشكله اما كيف ما نقولوا تساؤلات وحبيت نسالها وحبيت نحكي فيها فهمت كيفاش انت كانسان مشهور ولا معروف في تونس فهمت كيفاش بكل احترام يا برو اعمل حاجه يا برو اعمل اي حاجه
بوان على ليلي هيك عشان نجم نقول لك صح فهمت كيفاش ما هيش لغة فهمتني واللي نعرف اللي فما خوف ونعرف اللي فما كذا وكذا والشير متاعك تتسكر لك بعد ما وصلت الملاين ودرشنية 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 اما نعاود نذكرك مرة اخرى يا برو راي الدنيا ثانية يا برو فهمت كيفاش اذا انت وصلت لمرحلة معينة انت تتسمى مزهار خاطرك جيت في الجيل وفي وقت وخلطت على الوقت في عنف وين شبابك وفي عنف وين انك معروف يعني تجم بالرسمي تعاون وتجم بالرسمي تقف مع فلسطين اكثر من اللي كنت قبل فهمت كيفاش وما تعملش وما تعمل حتى شيء وتقعد جيست خايف اه ما نحبش خاطر نخسر كونتراتوياتي وفلوسي وكذا وكذا اه صاحبي والله اقسم بالله والله والله الاولاد والله هكا نكونوا كملنا الفيديو الاولاد يزي الاولاد كثرت عليكم اليوم نعرف اللي اشتركم باش يقلقوا ولعل ما تقلقوش اما هذا ما يمنعش كيما قلت لكم فكره اليوم الاولاد فكره اليوم الاولاد راهي جوست الفلسطين فري فلسطين فري بالستاين فهمتني ولا فلسطين حره بالصيف على جد والديهم الكلب فهمتني ولا بالصيف عليهم وراي باش تتحرر بقدره ربي هذا ما يمنعش الاولاد اللي نجم باي طريقه يعاون ولا يحكي على فلسطين يحكي على فلسطين فهمت كيفاش لا اكثر لا اقل خاطرنا احنا تو في حرب حرفيا هما في حرب واحنا نجم نعاونوا في الحرب الثانيه اللي هي الالكترونيه دونك خلينا نعاونوا باللي نقدر تحيا فلسطين الاولاد تحيا فلسطين فلسطين حره الاولاد قسما بالله ونقعد ديما نعاود فيها صح ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو الاولاد كان عجبكم الفيديو كان عجبكم المواضيع اللي حكينا فيهم معليك كانت بارتاجي الاولاد نحبوا الفيديو يوصل للناس الكل فهمت نحبوا يوصل للناس الكل حرفيا نحب لعبات تفهم لعبات تركز لعبات تسمع ولعبات تتذكر صاحبي وان شاء الله نكون فت لعبات باي طريقه يدي حتى هكا بربشلك مشيارك على فلسطين هكا وانت كنت ما عينيش واحد فهمت كيفاش برو دونك ماكس بارتاج الاولاد ماكس بارتاج نحب ماكس بارتاج ماكس كومنتريت فهمتني ولا خلي تشاف وخلي لعبات تفهم العمليه وخلي لعبات تتذكر كيف كيف الاولاد برشا برشا عنا كيف كيف راهو برشا عباد تعمل في اليوتيوب في تونس كيف كيف ماني را في شيء فهمت العمليه كيفاش ماشي حكايه ارقام اذا معروف ولا مش معروف ماشي حكايه هكاك جمله الاولاد حكايه مبدا صاحبي فهمت كيفاش دونك فلسطين حرة الأولاد فهمتني ولا والقدس باش تتحرر وباش تصلى فيها الصلاة فهمتني ولا بقدرة ربي والكلنا فهمتني ولا نسجدوا سجدة شكر انه فلسطين تحررت ان شاء الله بقدرة ربي رخرتوا عليه النهار هذاك صحيح الأولاد باش يحل فهمتني ولا انه الدنيا باش توفى وإفكتيف ما راهو الأولاد هكا ولا هكا الدنيا بقدرة ربي باش توفى شتوفى اليوم ولا شتوفى غدوة فهمتني ولا بعد 100 سنة احنا لهنا رانا ضياف دونك يا برو ما تنساش روحك فهمت كيفاش ما تنساش روحك دونك ترى فلسطين وماذا بيك تتكلم على فلسطين فهمتها كابيتو كابيتو صح ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو الاولاد ان شاء الله تكون عجبتكم اللغه اللي حكيناها خاطر هذيك هي الحقيقه الاولاد راهو كيما راكم تشوفوا فيا صاحبي راهو لاني كاتبها الحكايه هذيا لاني حتى شيء كل شيء موجود اللي في مخي قلته للناس الكل الناس اللي تعرفني تعرفني كيفاش تعرفني اللي في مخي راني امبوسيبل نخليه ما نكذبش عليكم جيت فيديو باش نعبطو في الانستغرام بعديك في الانستغرام قلت ما العباد مش باش تشوفوا برشا هذه اول حاجه فهمت كيفاش وزيد ثاني حاجه ما يكفينيش الوقت برا قلت علاش اللي علاش يوتيوب عملت اليوتيوب الشين علاش موجوده فما 23000 ولا 24000 رقم يا خويا خل نتكلم صحيح خدمتي ورياكسيونات واحد ما فرض الوقت الرياكسيون تاعي على فلسطين وحرب فلسطين وفلسطين لازم تكون حر لوجيك ولا مش لوجيك لوجيك برو تعرفوني صاحبي الحقيقه ديما موجوده الاولاد بالنسبه للرابوريت فهمتني ولا سواء في تونس ولا في العالم العربي والمغرب العربي فيقوا الاولاد مش انا مش نجي نقول لكم فيقوا فهمتني ولا ما هذا ما يمنعش كنت تتفرجوا فيا ولا سبحان الله عرضك الفيديو ولا اسفوار فهمتني ولا برو راك تجم انك تعاون راك تجم تعاون انت في مخك قاعد ما نجمش نعاون باش نعاون باش نهبط فيديو على كذا وكذا تجم تعاون برو فهمت كيفاش فلسطين كي تكثر في اليوتيوب فلسطين كي تكثر في التوندونس كي تكثر من هنا ومن هنا راهي بتتبدل برشا حاجات انت كي تنجم تبدل صفر متاع صفر متاع صفر متاع صفر متاع فاصل واحد في حاجه تابعه القضيه الفلسطينيه راهو صاحبي فهمت راك تعمل فيه شيء هذا ربي سبحانه فهمت كيفاش خاطر ربي هكا شو موصيك صح دونك
تنساوش كلامي هذا ما يمنعش الاولاد ماكس بارتاج ماكس بارتاج ماكس بارتاج الاولاد فهمتني ولا ان شاء الله يا ربي توفى هذه الحرب فهمتني ولا بانتصار عظيم وفلسطين تتحرر والقدس تتحرر فهمتني ولا ايه على كالنهار يا صاحبي ايه على كالنهار يا صاحبي والله قسما بالله ان شاء الله نكونوا موجودين الناس كله نحتفلوا بما بعضنا في الشينة هذه زادة بقدرة ربي فهمت كيفاش نتقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن الاولاد اليوم ما فماش رياكسيونات ما فماش موسيقى ما فماش لسيريات ولا حاجات جديدة اليوم نهار الفلسطين فهمتني ولا شوفوا شنو الفوضى مع بعضنا على كل حال الاولاد ملتقانا ان شاء الله غدا كالعاده والعواد نرجع نختموا على رواحنا الفيديو هذا ما نحبوش يقف ككوتي بارتاج نحب الناس كل تتفرج فيه الناس كل تسمع فيه اللي يحب يكليب يهبط على تيك توك راه ما يقلقنيش الاولاد على فكره فهمتني ولا ديجا عندي انا تيك توك نتاعي ما هذا ما يمنعش اللي يحب يكليبي ويهبط على تيك توك هبط على روحك صاحبي باسمك ولا باللي تحب انت جوست تحط لي اسم الشيء اللي انا باش يجي يتفرجوا في الفيديو وكان ما تحبش تحط ما فما حتى مشكل هبط كيف ما تحب لولاد 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 نعاود نذكر ونقول مره اخرى الشيء اللي نعمل فيه والفيديو اللي عملته هذا بالنسبه للعباد مكثرية تعرفني اما العباد اللي ما تعرفنيش فهمتني ولا الشيء اللي نعمل فيه هذا على حاجه برك فلسطين قضيه الناس الكل نورمالمون فلسطين قضيتي انا وقضيتك انت قضيتك وهيك وهيك واختك وامك وعمك وخالك وكل شيء باللي تجم تعاون تعاون برو باللي تجم تعاون اعاون برو انا نجمت نعاون بالحاجه هذه ان شاء الله نعاون العباد ان شاء الله نفيق العباد ان شاء الله العباد تبارتاجي ان شاء الله العباد اللي حتى اليوتيوبرز ولا اللي يعملوا في الرياكسيونات يتذكروه الموضوع هذا ويعملوا رياكسيون كيفي وتضرب اكثر مني وبالملايين زيادة ما يقلقنيش نفرح اما اعطيني انا نعاون اعطيني انا كنت وسيله فائده فهمتني ولا في الحرب الالكترونيه تبع فلسطين وبيان سور الحرب البشريه اللي قاعده تصير كوارث على ريوس الفلسطينيين من 75 سنه وعاودنا رجعنا الريبيلوت مره هذه فهمتني ولا والناس تتفرج ويا حكام يا رب صاحبي فيقوا عملوا حاجه عملوا حاجه ولا اخرجوا من الكراسي لوجيك لوجيك صحيبي صحيبي ولا شيء ماكس بارتاج الولاد نتقابل ان شاء الله في اخر وقت ممكن فلسطين حرة فلسطين is free فهمتني ولا لا يوجد شيء اسمه اسرائيل ما فماش حاجة اسمها اسرائيل الولاد حرفيا حرفيا اصلا كلمة اسرائيل ما نحبش نطقها ما هذا ما يمنعش فهمت كيفاش فلسطين حرة والقدس حرة وبقدرة ربي باش نخلطوا عليه النهار هذاك ان شاء الله نتقابلوا في اخر وقت ممكن peace and love